ما بين قبلت بك وطلقتك، كلمتان قد تقوم عليهما العلاقة الزوجية أو قد تنهار. المشكلة لا تكمن في انهيار العلاقة الزوجية، المشكلة في وجود الأطفال في ظل هذه العلاقة الزوجية. كيف نتعامل معهم؟ كيف تكون التربية بعد الانفصال؟ للحديث أكثر عن هذا الموضوع تنضم لنا المستشارة الاجتماعية الدكتورة فادية الإبراهيم. مرحبا دكتورة فادية. أهلا دكتورة فادية. فعلا ما بين قبلت بك وطلقتك، قديش هذه الكلمتين ممكن يلعبوا دور مهم في تدمير نفسية أطفال أو إبقاء نفسيتهم متوازنة ومعتدلة؟ كيف يكون حال الأطفال بعد الانفصال دكتورة؟ نعم، الوضع الطبيعي للأطفال إنهم ينشأوا بأسرة مستقرة عاطفياً وأسرياً واجتماعياً، خالية من الخلافات والمشاكل. لكن للأسف بعض الزيجات بتفشل في بداية طريقها أو منتصفها، بيتم يعني محاولة الانفصال أو السعي الجاد للانفصال، أو يقع الانفصال بشكل نهائي برغبة من الطرفين أو برغبة أحد الطرفين. هلأ المشكلة لما يكون في ثمرة هذا الزواج هم أطفال يعني أبرياء، أنفس بحبوا يعيشوا في يعني بيئة جيدة، بيئة مستقرة، بيئة آمنة نفسية، بيئة آمنة طبعا تضمن لهم النمو النفسي والعاطفي والعقلي والوجداني بشكل سليم. هلأ عندما يحدث الانفصال يبدأ يعني الحياة تنتقل أو تقلب رأسا على عقب، يعني صحيح. بيصير اختلاف جذري وكلي على حياة الأطفال. هلأ أنا شخصياً مع إنه تأخير الإنجاب، لأنه تأخير الإنجاب في فرصة جيدة لفهم الشريكين لبعض. وفي كان حال دكتورة صار الإنجاب، نعم يعني في منهم يقولوا إنه الإنجاب ممكن يحل المشكلة، ممكن يخلي الرجل يعقل مجتمعنا. للأسف لا، يعني الأطفال هم ليس مكان للمراهنة أو لا، نعم. للافتراضات. فدائما الحل الأساسي الوقاية إنه تأخير الإنجاب لعامين مثلا أو عام، حتى يعرف الشركاء أطباع بعض أو إن كان هناك احتمالية للاستمرار أو الانفصال. لكن إذا حدث الأطفال يجب المحاولة الجادة لإصلاح العلاقات الزوجية، نعم. وإصلاح نحاول يعني زي ما نقولوا تشتت الفكرة، انشتت الفكرة وخطاب اللي يكون لأنفسنا بإنه نأجل فكرة الانفصال أو نحاول نجد نحل مشكلاتنا الأسرية أو الزوجية بين الشريكين. لأنه في أطفال، هاي الحياة ليست فقط خاصة بهؤلاء الشريكين، يوجد أطفال، وهؤلاء الأطفال أكيد هذا الانفصال سيؤثر على حياتهم بشكل يعني دكتور كبير. هل يمكن أن يكون الانفصال لصالح الأطفال؟ إذا كان يعني احتمالية الإصلاح وحل الخلافات صعب جدا، وبيكون في خلال هاي الخلافات يعني في عنف لفظي، عنف معنوي، نعم. عنف جسدي يمارس خلال، نعم. هذه الخلافات، دائما في صراخ، دائما الحياة والعلاقة متوترة وسيئة جدا، ولما يصل الشركاء لطريق مسدود يصبح يعني الاستمرار صعب فيها، لا بيجي الطلاق كحل ممكن يخفف على الأعباء النفسية اللي بيعيشوها الأطفال خلال الصراع اللي بيتم يعني، نعم. من الزوجين أمام الأطفال أو على على مرأى منهم أيضا. دكتور عندما نقول أطفال، ما هي الفئة العمرية التي نقصدها، أو ما هي الفئة العمرية الأكثر تأثرا بقرار الانفصال؟ كل الأبناء مهما كان عمره، حتى لو كانوا كبار بالسن أكيد رح يتأثروا بالانفصال. يمكن العمر المبكر ما بيكون من سنة لخمس سنوات، ما بيكون فاهمين شو معنى الانفصال وما بيعرفوا يعبروا، يعني بيكون في بكاء شديد مثلا للاشتياق لأحد الطرفين، صحيح. إن كان الطفل مع والده أو مع والدته. أيضا بيكون في تغيير بالبيئة، لأنه بنتقل مثلا، ممكن الأم تنتقل للعيش عند منزل ذويها أو أهلها، فبيصير في بيئة جديدة حياة جديدة صعب يتأقلم فيها. هل يمكن أن يصبح الطفل عدائي؟ نعم، في كثير عوارض يعني وآثار سلبية للانفصال، أشدها بتيجي على المراهقين، لأن المراهقون بيكونوا في فترة فيها تغيرات سريعة وفيها تغيرات هرمونية وسلوكية، نعم. وانفعالية. فالانفصال بيجي بوقت غير مناسب تغير فيها، ممكن المراهقين يلجأوا للتدخين، لتعاطي المخدرات، نعم. للسلوكية، يجدوها فرصة وفسحة لممارسة السلوكيات والمواهب والأهواء التي يريدونها. دكتورة عندما تقولي مراهقين، بعض الأزواج أو الأهالي يلجؤون إلى عرض المشكلة على المراهقين، أنت مع أو ضد حتى يكون القرار تشاركي للانفصال؟ هل تؤيدين هذه الفكرة؟ نعم، أنا مع الانفصال الحضاري أو الانفصال الراقي أو الانفصال بأقل الخسائر.
أهم خطوة طبعاً لازم يعني نوقف العدائية خلص عند أخذ قرار الانفصال، كل الماضي يجب أن ينتهي والعدائية تتوقف، ننظر للمستقبل لترتيب حياتنا الجديدة، كيف نتصرف مع أطفالنا، كيف نتعامل مع أطفالنا، كيف نصارح أطفالنا بهذا الموضوع، كيف نمهد لهم للحياة الجديدة، كيف نتفق على شكل الحياة الجديدة. وهل تؤيدين أيضاً أن تضعين البيئة الجديدة الآمنة المفعمة بالسعادة قدر الإمكان، وقد تكونين أنت المضحية الوحيدة كأم عندك الحضانة، هل تؤيدين هذه الفكرة أم تجعلين الطفل يطلع بأن هذا واقعك الجديد ربما لا يختلف كثيرا عن الواقع الماضي، لكن سأستطيع تأمين ما أستطيع القيام به لك من احتياجات؟ هلا في القانون في اغلب الدول العربيه القانون بعطي الحضانه للام. صحيح. وانا في رايي الشخصي انه الحضانه ليس حق للام، الحضانه حق للطفل نفسه، يعني من حقه يعيش بين والديه. صحيح. للاسف احنا منجور على الرجال او على الوالد في هذا الموضوع، انه مثلا بيكون الحضانه له يوم في الاسبوع او ساعتين في الاسبوع وبيقيم بشكل كامل مع والدته، من حقه هو يعني يشوف والده، من حقه ياخذ الحنان والاهتمام والرعاية من الطرفين بالتساوي، حتى لو كان صعب على الطفل انه منزلين مختلفين وينتقل بين وسيله للضغط دكتوره قبل الام او للاسف بعض العقول الجاهله، بعض الاباء يلجؤون الى سحب ابنائهم من المدارس الاهليه ويوضعونهم في مدارس حكوميه، يقول له انا لست في وضع يسمح لي بخلق أعباء جديدة، أنا سأفتح بيت جديد بعد الانفصال. عزيزة العقول الجاهلة والأنفس المريضة هي من تستخدم أبنائها كسلاح لإذلال أو للانتقام من الشريك، خاطئ جدا إنه نستخدم أطفالنا كنوع من التهديد أو الإذلال أو الانتقام من الشريك المسيء. نعم. لأنه هم هدول أبنائنا في النهاية وما إلهم ذنب، هم دخلوا حرب ليس لهم فيها كما نقول ناقة أو جمل، فاستخدامهم مثلا تغيير نمط الحياة كنوع من الانتقام كما ذكرت النقل من المدرسة أو النقل لمنزل مثلا متواضع أو الإنفاق اختصار الإنفاق. صحيح. أو تغيير طريقة الإنفاق، هذا كله بضر بنفسية الطفل وبضر بصحته وبعاني الأطفال، يعني عدا عن السب والشتم عن الطرف الآخر أمام الطفل، والدك عمل كذا، والدتك عملت كذا، فهو يصل إلى مرحلة في صدمة نفسية عندما. صحيح. يذهب إلى الأب يبقى يشتم بالأم، وكذلك الأمر معاكس عند الأم. إذا أن يصل إلى مرحلة يتقمص أحدهما، هل تؤيدين فكرة أيضا أن الطفل يتقمص شخصية أمه أو أبي؟ للأسف غالبا الأطفال بنحازوا للطرف الحاضن، يعني إذا ذهب مع والدته فهو بنحاز لوالدته على حساب والده، ممكن أيضا بعض السيدات إنه يحدث نوع من الكراهية تجاه الأب بسبب المعلومات المغلوطة. صحيح. أو الأفكار المغلوطة فبعطوا صورة سيئة. وما ذنب الأطفال؟ أنت عندما تخاطبين طفل عمره 8 سنوات ماذا تنتظرين؟ هذا قلة وعي عند الأم أو جهل عند الأم، يعني ليس من مصلحة الطفل أن تخلق الكراهية في نفسه اتجاه والده، في النهاية مهما كانت الخلافات بينك وبين والده هو والده، يعني أبوه الذي ساهم في إنجابه على هذه الحياة، يجب أن يكون الانفصال بوعي وبثقافة مشتركة، ثقافة راقية بعيدة عن الشتائم، بعيدة عن المعلومات المغلوطة، بعيدة عن السب، ننهي الماضي، يعني مهما كانت الخلافات. صحيح. كبيرة ما نرجع دائما نحكي فيها وما نرجع العلاقة الزوجية انتهت. نعم. ما لكن العلاقة الوالدية مستمرة. صحيح. إلى ما نعطي معلومات، حتى فكرة إنه اللي بنفصله خلص ما بيشوفوا بعض، هي فكرة يعني فكرة قديمة، الآن ممكن بأعياد الميلاد يذهبوا مع بعض يكونوا جنب ما بضر، يعني إذا الطليقين التقوا في عيد ميلاد الطفل لإعطائه جرعة مكتملة من الحنان وليس جرعة ناقصة، أيضا في اجتماعات المدرسة واحتفالات المدرسة هي بتترك أثر كبير عند الأطفال اللي أبائهم منفصلين. هل نطلع المدرسة على موضوع الانفصال؟ طبعا أكيد، طبعا وجود مشاكل أسرية طبعا أكيد، لأنه بعض السلوكيات عند الأطفال تتغير، مثل ممكن ينعزل الطفل ويكون يشعر بالوحدة، ممكن يصير عدائي، ممكن يصير عنده نوع من الكراهية، يمكن حتى تحصيله أو إهمال الدراسي. صحيح. تحصيله الدراسي نعم بتغير، حتى بيولوجيا ممكن يفقد شهيته للطعام أو يأكل بشكل مضاعف، يصير عنده سمنة، ممكن يصير عنده تبول لا إرادي ليلي وما إلى آخره من المشاكل، مشاكل صحية ونفسية وسلوكية، وأكيد السلوك رح يلاحظ. وأي شخص بيعتقد أنه يعني الانفصال ما بيأثر على الطفل لا، خاطئ،
بيأثر بشكل كبير خصوصا نفسيا، حتى لو ما ظهر على سلوكه بيأثر عليه نفسيا كمان. قد يخلق لديك حالة من الكبت تظهر لاحقا في فئة عمرية أخرى؟ نعم، الحزن والكبت واليأس، وممكن يأثر على مستقبله، يمكن يصبح غير قادر على إيجاد يعني بيئة أسرية صحيحة، أو لا يستطيع الانخراط في بيئات جديدة، يتخوف. نعم ممكن، حتى في أشخاص يعني بعزفوا عن الزواج لأنه في نظرهم أنه هو الزواج عبارة عن نماذج فاشلة، لأنه صحيح. عاش فشل والدي أو عاش فشل مثلا أقربائه في الأسرة. دكتورة، بما أنك تحدثي عن أنه عدم انقطاع العلاقة بعد الانفصال، تبقى العلاقة قائمة من أجل هذا الطفل. صحيح. من ناحية المشاركات والتواصل الاجتماعي، ونحن في شهر التواصل الاجتماعي، شهر رمضان المبارك، كيف يمكن أن يكون شكل العلاقة في ظل هذا الشهر الفضيل؟ طبعا كل عام وانتم بخير بمناسبه الشهر الفضيل. شهر رمضان المبارك هو شهر الرحمه والغفران وشهر التسامح والمحبه وشهر العباده، فاكيد هذا فرصه اذا كان بعض يعني المنفصلين بينهم خلافات او بينهم اشتباكات انه ينهوا هذا الخلاف، يطلعوا لمستقبل ابنائهم، يحاولوا يعملوا اي فعاليه، مثلا ممكن يحضروا الطفل ويذهبوا لتناول الافطار في اي مكان خارجي. خارج هذا بالنسبة دكتورة للذهاب والخروج في نزهات مع الطفل. ما هو الشكل الآخر للتواصل الاجتماعي في ظل العائلة؟ هل تذهب المرأة هي وطفلها إلى بيت أهل طليقها مثلا لحضور مأدبة إفطار، وكذلك الأمر بالنسبة لطليقها يأتي ويحضر هذه المأدبة مثلا عند أهلها؟ هل سيكون الشكل سوي وطبيعي سواء من نظر الطفل أو من وجهة النظر الاجتماعية؟ أنا مع المحافظة على يعني لو الحد الأدنى من العلاقات الاجتماعية الكاملة للطفل وليست الناقصة، إنه المشاركة مثلا في الاحتفالات، في أعياد الميلاد، في الولائم، في شهر رمضان المبارك، لكن بشرط حسن الاستقبال وحسن الكلام، عدم فتح الخلافات والمشاكل القديمة، عدم رمي الكلام أو الألغاز أمام الطفل، لا داعي. حتى البادي لانجوج أو اللغة الجسد، احنا جايين نأهل الطفل. نعم. جايين نحطمه. نعم، حقه يعني يمارس حياة اجتماعية لو بيسك أساسية في مناسبات على الأقل المهمة منها بوجود العلاقة كاملة، يعني أو وجود الشريكين الكاملين اللي هو والده والدته بغض النظر عن انفصالهم، هو حقه يعيش كباقي الأطفال وكباقي يعني البشر في هذه الحياة. فأنا بتمنى من الأزواج المنفصلين يعني ينسوا خلافات الماضي لأنه الخلافات انتهت، يفكروا دائما بالمستقبل، هي شراكة قائمة. نعم، كما لو كان هذا الشيء ملك مشترك، يعني الطفل شركة لدي ولديك شركة، ملك فيها. مشترك بين الأب والأم أو صحيح. الزوج والزوجة، من حق هذا الطفل أن يشعر بوجود وقرب وحنان واهتمام ويحصل على الأمان من الطرفين. يعني ليس شيء جيد أنه تترك الطفل منكسر، نفسيته مشوهة، نفسيته حاقدة ناقمة على الحياة وعلى المجتمع، وتنتج أبناء غير سويين لهذا المجتمع. دكتورة فاتي إبراهيم، شكرا على الكلام الجميل، الإنسان الخلاق اللي يمكن من خلاله قد نكون ساهمنا في إنشاء نوع من الألفة بين المنفصلين في ظل وجود أطفال. شكرا لك دكتورة، وكل عام وأنت بألف خير. أهلا، شكرا، كل عام وأنتم بخير. شكرا دكتورة.